حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة الأيام تنشر وثيقة تؤكد احتجاز الحزام الأمني لشاحنات البترول في عدن. صحيفة عربية تكشف اختفاء جمعية إغاثة في تعز بعد تسلمها 100,000 سلة غذائية. وفي صحيفة الاتحاد ضبط زعيم خلية إرهابية متهمة بقتل أئمة مساجد في عدن. بي بي سي. ومن أخبارنا المنوعة، الرئيس الشيشاني يضغط على مواطنيه المنفصلين للعودة إلى زوجاتهم. أهلا بكم. بعد إنكار الحزام الأمني في عدن واقعة احتجاز شاحنات البترول، كشفت صحيفة الأيام عن وثائق تؤكد الاحتجاز. وعنونت الصحيفة: الحزام الأمني بعدن يفرج عن شحنة النفط لتواصل طريقها للمخا، حيث علمت صحيفة الأيام أن الحزام الأمني بالبريقة أفرج عن ناقلات النفط التي كان قد احتجزها خلال اليومين الماضيين. يأتي ذلك بعد أن كشفت الأيام النقابة عن شاحنات النفط المحتجزة من قبل جنود الحزام الأمني في نقطة أمنية بمديرية البريقة وأسباب احتجازها وإلى أين كانت متجهة. شركة النفط عبر رسالة رسمية وجهها مديرها ناصر مانع حدور إلى قوة الحزام الأمني لإطلاق الشاحنات، تؤكد الرسالة أن الشحنة كانت متوجهة إلى مدينة المخا. وتتحدث الرسالة عن أن الشحنة خرجت من شركة النفط بطريقة رسمية وبموجب تصاريح وفواتير رسمية لمحطات القطاع العام والخاص والكهرباء والمياه والمجاري والمستشفيات بالمخا. وقالت الرسالة إن هذا الاحتجاز تم دون سند قانوني، حيث أن شركة النفط كانت قد وجهت العديد من الرسائل للحزام الأمني لضبط جهات أخرى تقوم بالتسويق وتهريب النفط دون أن يقوم الحزام باحتجازها. وطلبت الرسالة بإطلاق الشاحنات لتواصل مسيرها إلى مدينة المخا. قال موقع عدن الغد في أحد عناوينه من محافظة شبوة: جنود من النخبة الشبوانية يعتدون بالضرب المبرح على مواطن في مديرية حبان بشبوة. وقال شهود عيان لعدن الغد إن المواطن أحمد عباد المحضار تعرض للضرب المبرح ومن ثم الاعتقال على أيدي جنود من قوات النخبة الشبوانية بمديرية حبان دون سبب يذكر. وفي ذات السياق أقدمت قوات النخبة على جرف البسطات والأكشاك التي كانت مصدر دخل للكثيرين من سكان مديرية حبان باستخدام الجرافات. وقالت مصادر محلية لمراسل صحيفة عدن الغد إن قوات النخبة قامت بجرف البسطات والأكشاك مع ما تحتويه من خضروات وفواكه دون إمهال أصحابها وقتا لتحميل بضائعهم إلى أماكن أخرى. المعركة المؤجلة، متى سيشتبك صالح والحوثي؟ تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في فقرات من المقال: ضاقت الغنيمة بالرجلين في صنعاء ولم تعد كافية للقسمة عليهما معا. ما يزيد المشهد تعقيدا هو أن أحدهما كما يبدو غير قادر على الإجهاز على الآخر والذهاب بالغنيمة، وحتى فيما لو كسر أحدهما الآخر فلا بد أن يرث جماعته. ما بقي من غنيمة أيضا غير كاف لإعاشة جماعتين، الجماعتان أيضا ليستا سوى متتالية ميليشياوية. في حال كهذه تصبح الحرب بالنسبة للمنتصر الأخير أقل كلفة من السلم والوسيلة الوحيدة لإعاشة ما بحوزته. من غير المؤكد أن يذهب الرجلان في طريق المواجهة الشاملة، فلا تزال الأوراق المطروحة على الطاولة تقول بجلاء إن كليهما يمثلان نفعا لبعضهما. وحتى بعد أن يكف أحدهما عن نفع الآخر فإن الظروف الملائمة للغدر ليست ملائمة بعد، فكلا الرجلين يحتفظان بسيرة استثنائية في الغدر والخداع، ويعرفان أكثر من أي آخر أن للغدر طقوسا بعينها ليس من الجيد غض الطرف عنها، وأن النصر غيلة. يمثل صالح الناسوت ويعبر الحوثي عن اللاهوت، وإذا حدث صراع ما فسيجري بين الأرض والسماء، بين رجال الرب ورجال سلطان سابق. هذا شكل الأسطوري للمعركة قد لا يحدث، فخلف الواجهة الطنانة توجد معادلات رياضية غاية في الدقة لا تزال حاكمة لمعادلات الحركة في صنعاء. أحاط الحوثي صنعاء بمقاتليه
على هيئة معسكرات ديناميكية، وملأها صالح من الداخل بمتظاهرين يرفعون الأعلام والصور وينصرفون في التو. كان إعلام صالح فخوراً بالمقارنة، إذ لا يمكن مقارنة الحشدين، غير أن الحوثي سرعان ما قرأ عليهم المعادلة برياضيات مختلفة. فبعد الانتهاء من آخر كلمة في الحفل، قام بضعة عشرات من مسلحيه بإطلاق النار في الهواء، ونجحوا في تفريغ أكبر ميدان في اليمن من عشرات الآلاف. تلك هي المعادلة التي يستند إليها الحوثي دائماً، والتي حازت رضا صالح سابقاً وتدبيراته. فكك صالح الجمهورية وجعل كل شيء فيها ممكناً وقابلاً للزوال حتى ذاته، ورويداً رويداً صارت ذات صالح من ضمن الأشياء القابلة للمحو والتمثيل. وصف موقع سبتمبر نت التابع للتوجيه المعنوي للجيش الوطني التقدم الذي أحرزه الجيش في ميدي بالنوعي، وقال الموقع: حققت قوات الجيش الوطني في محافظة حجة تقدماً نوعياً بالسيطرة على أجزاء واسعة من مدينة ميدي بعد معارك ضارية مع الميليشيا الانقلابية. ونقل مراسل سبتمبر نت عن مصادر ميدانية قولها إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع العناصر الانقلابية في مدينة ميدي، وفرضت حصاراً مطبقاً على الميليشيا الانقلابية في المدينة منذ عدة أسابيع، قاطعة كافة خطوط الإمدادات من كل الاتجاهات. وذكرت المصادر في حجة أن الجيش الوطني بعد معارك مع الانقلابيين سيطر على حي الخزان والثريا المحاذي للمدينة ومستشفى المدينة، بالإضافة إلى عدد من التباب الواقعة إلى الجنوب الشرقي لميدي. وقال أحد قيادات المنطقة العسكرية الخامسة لسبتمبر نت إن الميليشيا الانقلابية تعيش أسوأ مراحلها بعد تجريدها من مزايا القوة التي كانت تتمتع بها في السابق، وذلك بفضل عزيمة أبطال الجيش الوطني والتحالف العربي. في عنوان بارز ورد في موقع الموقع بوست: السفارة البريطانية تلفت الانتباه لضحايا الإخفاء القسري في اليمن. وقال الموقع إن السفارة البريطانية لدى اليمن حثت ميليشيا الحوثي على إطلاق سراح كافة المختطفين في سجونها، ولفتت السفارة في سلسلة تغريدات لها على حسابها في تويتر إلى المأساة التي يعانيها الصحفيون المخفيون والمختطفون من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح في صنعاء، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وقالت السفارة إن العامين الماضيين شهدا ارتفاعا في عدد حالات الاختفاء ما أثر على أولئك الأشخاص بالإضافة إلى أحبائهم. مشكلة أوضاع أم مشكلة إنسان؟ بهذا العنوان افتتحت الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه مقالها المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفة في إحدى الفقرات: أسهل وأقرب السبل لإعداد الفرد يكون من خلال الحكومات والأنظمة التي تسيطر على مفاصل الدول ومؤسساتها، وتستطيع إنشاء إعادة صياغة الفرد ليكون جزءاً من عوامل الاستيلاد الحضاري. لكن كما هو معروف، تعتبر معظم الأنظمة العربية الإسلامية ذيلاً للاستعمار الذي رحل وترك لنا جيوشاً وحكومات تقوم بعمله في وضع العراقيل أمام تفجير الطاقات والمواهب، ولذا لا يعول على تلك الحكومات التي لا يعنيها في الغالب سوى العروش التي تركها المستعمر. وإنما أسوق ذلك التوضيح حتى لا يتهمني أحد بالتكريس للظلم الاجتماعي بإلقاء الكرة في ملعب الأفراد ونزع التبعة والمسؤولية عن أكتاف الحكام والمسؤولين، ولا أبرئ ساحة الأنظمة فيما وصلنا إليه من أوضاع متردية، وإنما لابد أن نتحدث عن بديل بعد أن بحت الأصوات. بقي التعويل على الفرد ذاته باستشعاره المسؤولية في أنه مفتاح التغيير، وبحركته يتحرك المجتمع والتاريخ. تشاركه في ذلك المحاضن والمؤسسات التي تهدف إلى الإصلاح في شتى المجالات، سواء كانت مؤسسات دينية دعوية أو اقتصادية أو تعليمية أو سياسية أو إعلامية. جميع هذه المحاضن يمكنها وضع آليات لتشكيل الفرد العضو في المؤسسة بما يتفق مع الهوية الثقافية لمجتمعه وما يتفق مع متطلبات النهوض. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: الجيش يحرر شرق ميدي بالكامل والميليشيات تفر إلى الأحياء الغربية
قرب الساحل. وعنوان من تعز: استشهاد وجرح 14 مدنيا أغلبهم أطفال في مجزرة جديدة للحوثيين ببير باشا. سياسيا: الأمم المتحدة تبشر بمبادرة قوية لإنهاء النزاع باليمن وتدعو لإيصال المساعدات. من بين نحو 20 طفلا لا يتجاوزون 15 عاما يعملون كباعة متجولين أو متسولين في تقاطع رئيس وسط صنعاء، قال 5 منهم لمراسل ارفع صوتك إنهم ينامون في منازل أو خيام تابعة لأسر أصدقائهم. يؤكد أنس الشهاري مسؤول الاتصال في منظمة Save the Children، وهي منظمة أجنبية مهتمة بحماية الطفولة، أن الأطفال المشردين في الشوارع يكونون عرضة للاستغلال ومختلف أنواع الاعتداءات الجسدية واللفظية والجنسية فضلا عن الإدمان. وتابع الشهاري: الأطفال هم من يدفع الثمن الباهظ للحرب القائمة، وإذا استمر الصراع بهذه الطريقة فإن مستقبل أطفال اليمن مظلم. إلى ذلك قلل الدكتور عادل الشرجبي، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، من إمكانية القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع في ظرف كاليمن، قائلا لموقع ارفع صوتك: هذه الظاهرة التي تشمل الأطفال العاملين والمتسولين والهاربين من أسرهم وغيرهم، إضافة إلى ما خلفته الحرب الحالية من آثار، دفعت بفئات جديدة للشوارع يستحال القضاء عليها حاليا لأن سببها الرئيس هو الفقر. ويرى الشرجبي أن توقف الحرب أولا وتحسين المستوى الاقتصادي والتعليمي وإصدار قوانين تحظر عمالة الأطفال تحت سن 14، هذه العوامل المجتمعة يمكن أن تخفف من هذه الظاهرة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الغذاء لا يصل للجائعين باليمن، منظمات تستلم المساعدات وتختفي، هذا ما قالته العربي الجديد. وأضافت: من العدم ظهرت منظمة للإغاثة في محافظة تعز منتصف عام 2015، وسلمها مركز الملك سلمان للإغاثة 100,000 سلة غذاء عبر مسؤول تابع للحكومة الشرعية. وتتابع الصحيفة: استمر النشاط المنظمة أسبوعين، وزعت خلالها مئات من السلال الغذائية في ثلاث مناطق ريفية، ووثقتها بصور على صفحة أنشأتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أن تختفي ولم يعد لها وجود. لم تكن هذه الحالة الوحيدة لاختفاء المساعدات التي تصل إلى اليمن، فأغلب المساعدات التي وصلت اليمن سواء من الجهات الدولية أو دول مانحة تسربت وتلاشت عن أعين المحتاجين على يد جمعيات ومنظمات أهلية وهمية وأشخاص نافذين، سواء في الحكومة الشرعية أو تحالف الحوثيين والمخلوع. مسؤول في اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قال للعربي الجديد إن الجمعية التي حصلت على 100,000 سلة غذاء تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار اختفت من الوجود بعد أسبوعين من إشهارها، ولا يعرف مصير المساعدات الغذائية التي استلمتها. وتتبعت العربي الجديد مصير العديد من المساعدات الإغاثية كمواد غذائية وطبية، وخلص التحقيق إلى أن المساعدات لا تصل للمحتاجين من اليمنيين، ويذهب أغلبها إلى السوق السوداء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو تصل إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ومن عدن قالت صحيفة الاتحاد إن السلطات الأمنية أعلنت أن وحدة مكافحة الإرهاب ضبطت زعيم خلية إرهابية متهمة بقتل أئمة مساجد في المدينة. وذكرت السلطات في بيان صحفي أن عمليات تحقيق مع متهمين في الخلية الإرهابية تم ضبطهم خلال عمليات نوعية لوحدة مكافحة الإرهاب قادت إلى الإدلاء بمعلومات كاملة عن موقع قائد العملية الإرهابية المسؤول عن اغتيال عدد من أئمة المساجد ورجال أمن في عدن. وضبطت السلطات في وكر العصابة عددا من كاميرات التصوير مسجل عليها التفاصيل الكاملة لعمليات القتل والاغتيال التي نفذتها الخلية الإرهابية وأجهزة اتصالات حديثة وأخرى خاصة بعمليات التفجير عن بعد. رسالة المؤسس تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف وسفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان ما قاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا: لا توجد أيديولوجيا تقبل التعايش مع الآخر، تقبل في حالة واحدة فقط وهي أن تكون هي المسيطرة،
أو تكون أدواتها هي المتنفذة في كل الأمور. والأيديولوجيا ليست فقط نظرية فلسفية بالمفهوم الذي استقر في الفكر السياسي، ولكنها أيضا نظام اجتماعي يتكون من مفاهيم وتطبيقات متنوعة لسيطرة جماعة أو مجموعة أو عائلة أو نخبة للحكم. ومثل هذا المكون الذي يسيطر على الحكم ينشئ مفاهيمه وأدواته وقوانينه في السيطرة، منفتحا في ذلك على كل المرجعيات التي تؤسس الاستبداد لمدة بعوامل نموه واستمراره، بما في ذلك كيفية إدارة الفساد واستخدامه كوسيلة لتطبيع الاستبداد والطغيان. الفساد هو أداة الاستبداد الأولى في الاستمرار والتمدد. الذي يجمع الانقلابين اليوم هو مزيج من أيديولوجيا الحكم التي عرفها اليمن والمعتمدة في الأساس على هذه العوامل مجتمعة. الفرق بينهما هو أن الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها صالح في الحكم علمته أن يمرر هذه الأيديولوجية ببطء وهدوء، وعلمته كيف يمتص دم فريسته وهو يبتسم، وقد أضاف إليها الكثير من المفاهيم والتطبيقات جعلته يعتبر بحق المؤسس المجدد لهذه الأيديولوجيا. بينما يسعى عبد الملك الحوثي إلى حرق المراحل مستعينا بخطاب تعبوي وتطبيقات نارية مكشوفة لم يتردد خلالها من الإفصاح عن طبيعة هذه الأيديولوجية، وهو ما فضح المسألة كلها مبكرا. في أكثر الأخبار مطالعة، ورد خبر في شبكة البي بي سي البريطانية تحت عنوان حملة بقيادة الرئيس الشيشاني للضغط على المطلقين للعودة إلى زيجاتهم. وقالت البي بي سي إن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يتزعم حملة ضد الطلاق وللم شمل الأزواج المنفصلين برعاية رجال دين يقدمون النصح لهم. وتقول لجنة كلفها قديروف بالمهمة إنها أعاد 948 من الأزواج المنفصلين في 6 أسابيع. ويعد الرئيس قديروف من مؤيدي الشريعة الإسلامية والإسلام المحافظ في بلاده، ولكن بعض المطلقات اشتكين من أنهن يواجهن ضغوطا غير عادلة لدفعهن للعودة إلى أزواجهن. وقال رسول أسبانوف سكرتير مبادرة مقر القيادة لتناغم العلاقات الزوجية والأسرية الشيشانية إنه توجد حالات يعيش فيها الأطفال مع والدهم الذي تزوج بأخرى. وقالت زميرة وهي امرأة تقيم في غروزني إن الضغط بالعودة للزوج جاء مباشرة من الرئيس رمضان قديروف، وعندما أعلنت المبادرة في يوليو تموز الماضي قال الرئيس قديروف إن الأطفال الذين أتوا من أسر مهدمة أكثر عرضة للتطرف والتجنيد من قبل المتطرفين. ومن أخبار صحيفة البيان ما قالته عن أن شابا مصريا أثار موجة تعاطف واسعة في البرازيل بعدما اعتدى عليه أشخاص عنصريون ظنا منهم أنه لاجئ سوري في البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب محمد علي عبد المعطي قيناوي كان يبيع فطائر على عربة صغيرة في مدينة ريو دي جانيرو، فإذا برجل قوي البنية يهاجمه برفقة بعض الأشخاص، حيث تلفظ المعتدي بعدة شتائم في حق اللاجئين، كما وجه لكمات وركلات لمحمد الذي كان يجمع ما يتطاير من عربته. شابة برازيلية تمكنت من توثيق ما حصل بعدسة هاتفها، وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا لدى نشره، فيما رفض محمد بشدة أن يرفع دعوى ضد المعتدي. ولاية ريو دي جانيرو قررت منح القناوي البالغ من العمر 33 عاما رخصة بيع، وهي وثيقة يصعب الحصول عليها، كما صوت برلمان ريو على منحه لقب مواطن شرف. ليبيا إطلاق مبادرة لبيع الكتب المستعملة في صناديق الذخيرة، عنوان لصحيفة القدس العربية التي قالت إن مؤسسة أنا أقرأ بمدينة مصراتة أطلقت مبادرة لبيع الكتب المستعملة في صناديق الذخيرة في أحد الشوارع الرئيسية للمدينة بهدف نشر ثقافة القراءة بدلا من انتشار السلاح. مدير مؤسسة أنا أقرأ سفيان قصيبات قال إن مبادرة بيع الكتب في صناديق الذخيرة جاءت لما تحمله هذه الرمزية من استبدال الذخيرة والأسلحة بالكتاب. وأضاف قصيبات أن فكرة هذه المبادرة جاءت من عضو المؤسسة حمزة المغربي، وبدأت مع انطلاق ورشة عمل فنية نظمتها المؤسسة تحت عنوان الأحاسيس تتكلم في الهواء. وأشار إلى أن الإقبال على الكتب المستعملة كان جيد جدا، والمؤسسة تسعى بأن يكون الشارع الذي احتضن هذه المبادرة منبرا للثقافة وبيع الكتب، أسوة بشارع المتنبي بالعاصمة العراقية بغداد.
مدير برنامج الفقر والجندر والشباب في مجلس السكان ثواي النجو كتب مقالا أعادت صحيفة الغد نشره، دعا الكاتب فيه إلى تضافر الجهود لتغيير مسار حياة العالم عبر المرأة، مضيفا: نحن الآن إزاء أكبر جيل في التاريخ من الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و19 عاما، وهذا الجيل على استعداد لترك بصمته في العالم، والحكومات والمنظمات الإنمائية والمؤسسات الخاصة حريصة على مساعدته على ترجمة هذه الإمكانيات الشابة إلى محرك للإبداع والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. ولكن على المسار إلى هذا المستقبل ما تزال عقبات كبرى تواجه الفتيات، فهناك نحو 170 مليون فتاة، أي ما يقرب من ثلث الفتيات في مختلف أنحاء العالم، غير ملتحقات بالمدارس، وهي فرصة كبيرة ضائعة. ففي مقابل كل سنة من التخلف عن التعليم ينخفض الدخل المحتمل للفتاة بنحو 10% إلى 20%، ومع ذلك هناك حواجز كبرى تحول دون تعزيز الالتحاق بالمدارس بدءا من استمرار زواج الأطفال. ففي كل عام تتزوج 15 مليون فتاة قبل بلوغ سن 18، وواحدة من كل 22، ويؤثر زواج الأطفال المبكر أو القصري على نحو ربع الفتيات في مختلف أنحاء العالم. تنظر عدد كبير من الجهات الفاعلة حسنة النوايا في مجال التنمية إلى الفتيات باعتبارهن ضحايا يجب إنقاذهن، وليس بوصفهن عناصر نشطة قادرة على تغيير قواعد اللعبة. كيف لنا أن نتوصل إذن إلى أفضل طريقة لتوسيع الفرص المتاحة للفتيات؟ أحداث العالم تختزلها صور لصحيفة الديلي تيليغراف بمجموعة نقلناها لكم في جولتنا المصورة، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.